موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بحضراتكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى العاصمة السنغالية داكار المحطة الرابعة في جولته الخارجية، وتأتي جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار مواصلة وتعزيز علاقات مصر مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصة في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مأدوبة الغداء التي أقامها الرئيس الإفواري، والتي شهدت تقليده وسام الاستحقاق الوطني، وهو أرفع وسام في جمهورية كوت ديفوار. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي بأن الرئيس الإفواري ألقى كلمة رحب فيها بزيارة الرئيس السيسي إلى أبيدجان، معتبرا إياها حدثا تاريخيا. من جانبه أكد الرئيس السيسي على سعادته وتقديره لتلقي وسام الاستحقاق الوطني في كوت ديفوار، معتبرا إياه تجسيدا لقيمة الجسور الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 6 من عناصر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية، توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة القيام بعمليات إرهابية، فتمت المعاملة معهم والقضاء عليهم، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الأجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى متخصصة في أعمال البناء والتشييد. جاء ذلك من أجل استعراض الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للدخول تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في منظومة السكة الحديد. وأكد الوزير أن المجال يشمل، إلى جانب مشروعات تجديدات السكة الحديد، تنفيذ مشروعات أخرى، لافتا إلى ضرورة توسيع قاعدة إنتاج الشركات المصرية لفلنكات السكة الحديد وتنفيذ أعمال الأنفاق. أعلنت القوات المسلحة السودانية تشكيل مجلس عسكري انتقالي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عاماً. وأصدرت القوات المسلحة السودانية بيانا قالت فيه إن أفراد الأجهزة الأمنية عاشوا ذات الفقر الذي عاشه الشعب السوداني. وقال النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع إن اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء الإدارة. من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده. ومن أخبارنا الرياضية في هذا الموجز، خسر الزمالك أمام مضيفه المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش بالسويس. وتأتي المباراة ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الممتاز لكرة القدم. ويذكر أن هذه الخسارة جمدت رصيد الزمالك عند 57 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الدوري، ويهدي الصدارة لغريمه الأهلي صاحب 58 نقطة. نهاية موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.